هذا الفيديو برعاية دار نبت، مشروع تعليمي تربوي لبناء نفوس بالعلم المنطلق من الوحي، دورات وبرامج شاملة حضورية وعن بعد. حم؟ حر؟ شوب؟ كيف بتقاوم هاي الظروف؟ سمعين صوتها؟ مكيف؟ مروحة؟ لا 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 لا، قصدي لما تكون برا البيت. مكتوب إنه درجة حرارته -3. بتعرف إنه اليابانيين بالصيف عندهم مهرجانات وأنشطة كثير وبتكون بعز الحر، فبتلاقيهم طالعين من البيت من 8 الصبح وأغلب الأنشطة بتخلص على 5 و6. 2-3. ظروف النخاع الشوك. كيف قادرين يعملوا هيك مع درجات الحرارة العالية والرطوبة الخانقة اللي تم صنعها خصيصاً لرواد الفضاء، يعني اللي بيشتغلوا بناسا؟ غير إنهم متعودين، أكيد اخترعوا لهم كم اختراع حتى يقدروا يتأقلموا أكثر مع هاي الظروف. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً. لهيك قبل ما نسافر للأردن نزلنا للمحلات اليابانية واشترينا كم من غرض عشان نشوف فعاليته وردة فعل أهلي عليه. شكله صالح راح ياخذها. راح تاخذها؟ هي من اكثر الاشياء تنشرها بالصيف، عباره عن مناديل مبلله بس انها بارده جدا. شوفوا هالمنتج، بس انه من باب حفظ يعني بروده المشروبات اللي معك. ومن اليابان للاردن، يلا جاهزين؟ جاهزين. اللي راح يجربوا معنا اليوم اخوي مصعب وسعد واسيد، اكيد نوح يعني حاب يجرب، ويوسف، وبرضو بنت أختي. أنا اسمي سنة. هاي عبارة عن سترة داخلها مراوح، وكثير بشوف اليابانيين لابسينها خاصة العاملين في المصانع ولظروف عملهم بتكون في الأماكن المفتوحة وخارج البنايات. هذا الجهاز بده باور بانك عشان يشتغل. هيك هيك صار جاهز، ومن جوا طبعا هاي باور بانك كبيرة شوي، هون بنحط الباور بانك وتشغل. سمعين صوتها؟ شو صعب؟ تبرد، بس برد منهم كمان؟ تبرد؟ هاي يعني كم تقيمها؟ أنا تقييم في منها حجم ثاني، مقيمها كويس عشانها صغيرة وقيمها 7. للأسف طلعنا جايبين مقاس كثير كبير وما إجا عليهم، فما حدا قدر يجرب، لكن بالنسبة لصالح فكان هالمنتج ممتاز جدا وعملي. وعلى فكرة، فكرة المراوح مش موجودة بس بالسترات، ممكن تلاقوها بالحقائب وحتى في المظلات الشمسية. أما البعدي فهذا رشاش مبرد للجسم، كاتبين عليه إنه -10، فرح نشوف هل عن جد هو -10. وبرضو كاتبين هون إنه بمجرد ما رشته على جسمك رح يكون طبقة على الجلد ورح يصير يقاوم في الحم والتعرق برضو. أي والله ثلج. أنت بمجرد ما رشيته لما تتحرك رح تحس ببرودة. ايوه حلو جهادي. عجبك؟ 6/10، قيمه 6، بس انا لسه ما جربته لما عرقته ان شاء الله. حتى اعطيه تقييم صحيح؟ حتى اعطيه تقييم صحيح، ولانه ديني اصلا مو شوب. 8/10. يا سلام. ليش؟ الشمس لما تجي عليك مو تحس فيها. اللي بعديه عباره عن محارم او فاين، يعني احنا بنحكي لكن ايش زي الفاين المعطر، ومكتوب انه درجه حرارته -3. هاي المناديل لها خصائص تبريد خاصه بتساعدك على الشعور بالانتعاش والبروده. عطها لكزز. هي والله برد كثير. هالمنتج كنت اشوف اليابانيين يشتروه وبرا المحل يفتحوه يبلشوا يمسحوا الاجسام، ومن السهل جدا تلاقيها في اي محل في اليابان. وحسب المنتج فاثناء المسح انت راح تحس باحساس تبريد منعش بشكل تدريجي. يلا مصعب كم تقييمك؟ قيمه 7، بس اذا في جروح انتبهوا تحطوا عليه. شمها قوي. ريحته زي اسيتون، ريحته قويه. هاي بخلي شو اسمه؟ المجاري الهوائيه تفتحها. تفتح. بعد عن تقييم. تعجز عن تقييم؟ اوه يعني ممتاز جدا عندك. متعدد الاستعمالات. بخصوص البرد انا ايوه. انا 0/10، مسحت فيها طلع ومسح فيها شوكولاته. 11/10. اوه يا سلام، يعني عن جد عجبك. صارت القعده كلها حوالين المحارم هذول الفاينات. يلا اللي بعده. لازم جبت لكم كل واحد باكيت. والله يا يلا سلام عليكم. خلاص اخذ اللي بدي اياه. تعال.
قبل ما نكمل حابة أشكر رعاة فيديو اليوم دار نبت، لأنه تلقينا منهم دعوة لما كنا بالأردن وقضينا أنا وولادي هناك يوم كامل. صراحة فكرة المكان هي من أحد الأشياء اللي بتمنى إنها تتنفذ بكل مكان. دائما إحنا كأباء وأمهات بندور على أحسن مركز، أحسن مكان نطور وندرب فيه أولادنا، لكن للأسف غالبا بنتهي فينا الأمر مشتتين بين أكثر من مركز أو معلم أو مكان. لهيك في دار نبت جمعوا تربويين وأساتذة وأصحاب خبرة سنوات في مكان واحد حتى يكون محضن تربوي آمن للأطفال ودليل ومرشد للكبار. زرناهم أثناء الفصل الصيفي، لكن حاليا فتحوا النادي الدائم، في منه حضوري وفي أونلاين، بغطي كل الجوانب من بناء شرعي وبناء نفسي اللي صار مهم جدا خاصة في زمننا، وغطوا البناء التربوي مقتدين بالرسول صل الله عليه وسلم، وكل إشي ثاني بنحتاجه لأطفالنا من بناء رياضي وبناء اجتماعي وأنشطة مختلفة. ما بحكي لكم هيك من فراغ لأنه أنا وأهلي مسجلين عندهم بالدورات، فزي ما استفدنا حابين أنتوا برضو كأباء وأمهات تستفيدوا والأطفال يكبروا في بيئة آمنة بتهيئهم لحياة مستقرة إن شاء الله. تذكروا شرائح التدفئة اللي حكينا عنها بهذا الفيديو؟ هاي عكسها، شرائح التبريد من أهم المنتجات والإبداعات الناجح من اليابان، وبتنباع الآن في أكثر من 20 دولة وبتم استخدام حوالي 400 مليون قطعة منها سنوياً. مين حب أول واحد يجرب؟ أنا. معناته مرة واحدة عشان نشوف الرياكشن. واحد اثنين ثلاث. شوف بتغز قاعدة بتغز هاي بتظهر لمدة 8 ساعات خاصة إذا واحد معاه حرارة أطفال أو حتى حدا كبير ممتاز جدا وممكن وضعها على الجبهة وفي منطقة الإبط وبرضو على الرقبة وبصراحة فعال جدا فبمجرد وضعه على الجسم بتم تنشيط جل التبريد ويبدأ بتقليل حرارة الجسم هذا ترسينا فيها وين حطيتها على ظهرك اي والله بتبرد كثير حاسس اني شفتها هاي اللي تنباع عنا ظهري كلها موجود على منها تغطي ظهرك كله لازم يختاروا لك وحده هيك شيت كامل هنقد هيك كبير اللي بعديها هاي شغله مصنوعه من احد المواد اللي تم صنعها خصيصا لرواد الفضاء يعني اللي بيشتغلوا بناسا حط على رقبته مصعب الرقبه تسللت ترى جرب كل شيء ساهل اه يلا جاهز هي باردة بس مو باردة زي هذولا هاي أنا عادة بشوف اليابانيين حاطينها على رقبتهم كبار وصغار كلهم لا كويس بس يعني هذول تبريدهم أحسن كويس هاي في منها أنواع كثيرة منها عادي فقط جواتها مي بتجمدها وبتستعملها لحد ما الثلج يذوب وبعدين بترجع تعيد تجميدها أعلوش كمان أنت بدك هيك للمدرسة؟ لكن هاي النوعية اللي معانا اليوم طوروها بواسطة وكالة ناسا حتى يحموا رواد الفضاء من التغيرات الشديدة في درجات الحرارة فهاي النوعية بمجرد ما حطتها في مكان درجة حرارته أقل من 28 فرح تتجمد بشكل تلقائي آخر إشي معانا هاي شاب عصية سرتوت يعني حصالة قصدي لا يا للأسف إيش ما بتعلق في المصاري أنا ميزت هالبشكير او المنشفه انها اذا عبيتها مي راح تبرد عليك وراح تضلها اطول قدر ممكن بارده بروح على النادي ايوه هي للنادي هي حطينا عليها مي هسه ايش بدي اجهزها زي نظام الكونديشن كونديشن على المي هسه بللتها مي عادي طبعا مش بارده حتى سخنه هاي المنشفة لازم تكون عند كل واحد فينا لأنه مستخدمين فيها تكنولوجيا يابانية جديدة مستعملين في صناعتها خيوط بتكون باردة مصنوعة من مادة خاصة بتطرد الحرارة بمجرد ما لمستها بس مي دي الله راحة نفسية وجسدية خذ مادة خلاص خليها إلي أيوة زي هيك بعمل الياباني أيوة متلج صار ياباني خلاص يا حيوان مساء نبخل على غير ناكل بس كجرب أي والله بارد كثير يعني بطني صار وجعني خلاص مغصت من البرد؟ ببدي والله عملي يعني ممتازة؟ جدا كم تعطيها؟ 8/10 أوه ممتاز تاخذ معك على الجيم ها؟ تاخذ معك على النادي صح والله كثير بتفيد أيوة نونة نجرب معنا باردة؟ كويس أيوة صالح اللي مستعمل كل الهدايا أنا؟ آه انا عجبني ثنتين اكثر شيء الممسحه اللي مكتوب عليها سالب 10 مو سالب 10 كانت وهاي هاي لانه ايش اذا معك مي بس وتلفها خلص تصير بارد عمليه جدا صح عملي بحس اكثر شيء نمسح هي اكثر شيء عملي يعني رقم واحد
فاين والرشاش. يعني انت الفاين والرشاش عندك. تمام. ما عندهم كونديشن يمكن كويس. اللي ما في بيتهم كونديشن. ايوه يعني تحطها بالثلاجة بعدين على الرقبة. 10 دقائق تحطها بالثلاجة و90 دقيقة وشو تبرد. ولسه في العديد من المنتجات اليابانية اللي بتساعدك في مقاومة حر الصيف بس ما لحقنا نجيبها، لكن من أبرزها واللي موجود عندي بالبيت وسادة التبريد. في منها نوعية جواتها نفس جل اللاصقات، فكرة كان فعال جدا لما أولادي صابهم كورونا. وفي نوع ثاني من الوسائد بتكون أغطيتها مصنوعة من نفس المادة اللي صنعت منها المنشف الباردة اللي حكينا عنها بالفيديو. أنا هالمرة دور شوي عشان الكل بيساعدنا. طيب إحنا هون وصلنا لآخر الفيديو، إحنا شو بنحكي دائما يا يوسف؟ لايك وشير وسبسكرايب. على فكرة ترى اللايك مجاني وما بكهرب، يعني لو كبستوا لايك واشتراك عادي ما راح يضركم. وإنتوا أصدقائنا ومتابعينا شو رأيكم بهالمنتجات؟ وأي واحد فيهم حابين يكون عندكم شاركونا بالتعليقات، ودمتم في أمان الله وحفظه.